اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء اليومي المتجدد هذه حلقه جديده معكم مع الناس، معنا في حلقه الليله فقرتان أه نتمنى ان شاء الله ان تنال أه هاتان الفقرتان رضاكم ان شاء الله. في الفقره الثانيه لنا لقاء مع قصه نجاح وطنيه مميزه تاتي هذه المره من ارض سيناء الحبيبه. هذه القصة لواحدة من بين من لبنات سيناء المبدعات واحدة من بنات سيناء دكتورة أماني غريب رئيس جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية التي تؤدي عملا ضخما بإمكانيات محدودة هذا العمل الضخم تبذله في تنمية المجتمع السيناوي مما جعلها تنضم لقائمة أعظم مئة شخصية من رواد الأعمال في العالم نتحاور معها إن شاء الله حول تجربتها المميزة وأيضا نتحدث معها حول سيناء والمجتمع السيناوي وحالة التنمية الراهنة والمستقبلية في هذا المكان الغالي من الوطن الحبيب الفقرة الأولى والتي تأتيكم دائما بعد جولة الأخبار هذه الجولة المعتادة نستضيف فيها واحد من الفنانين المبدعين الفنان إسلام يحيى وهو صاحب معرض أهل البيت في مصر قصص لها تاريخ والذي يحاول من خلال الصور توثيق تاريخ وجود أهل البيت في مختلف أنحاء مصر وربط الفن بالدين من منظور شديد الخصوصية نحاول التعرف منه على فكرة المعرض وكيف جاءته والهدف من إقامة هذا المعرض والأعمال التي يتضمنها إن شاء الله نتمنى حلقة مميزة كعهدكم بنا دائما على بركة الله نبدأ أول فقرة بهذه المتابعات الأخبارية من اليوم السابع اتفاق مصري إماراتي على مكافحة تمويل جماعات الإرهاب السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز العمل العربي المشترك ويتفقان على مواصله التنسيق والتشاور ولي عهد ابو ظبي في تصريحات له مصر ركيزه للاستقرار والسلام والامن. في تفاصيل هذا الخبر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهره الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه لدوله الامارات العربيه المتحده. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه انه تم عقد جلسه مباحثات ثنائيه تلتها جلسه مباحثات موسعه ضمت وفدي البلدين رحب خلالها الرئيس بالشيخ محمد بن زايد مشيدا بتميز العلاقات المصريه الاماراتيه وصلابتها وبمستوى التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك الخبر التالي من الشروق واحد من الاخبار التي تهم جماهير نادي الزمالك وجمهور الكره المصريه بشكل عام القضاء الاداري يحكم باعاده مباراه الزمالك والمقاصه حيث قضت الدائره الثانيه بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوة المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ووقف القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصري بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقصة المصر اليوم نتابع من هذا الخبر صحة النواب تطالب برفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى ثمانية مليارات جنيه حيث طلبت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برفع مخصصات الوزارة في قطاع العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة العامة الجديدة 2017-2018 إلى ثمانية مليارات جنيه لمواجهة قرار تحرير سعر صرف الجنيه جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب أيمن أبو العلا لمناقشة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة البوابة نيوز تغريم شاب 85 ألف جنيه لاختراق حساب فتاة على فيسبوك ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شابا بدفع تعويض مادي قدره وثمانون ألف جنيه لصالح فتاة عقب اختراقه حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أيضا نستكمل هذه الجولة الإخبارية بهذا الخبر السيسي زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل كل جهدها لحماية الفئات محدودة الدخل وذلك من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة بالإضافة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الأسرة المصرية وتحسين أوضاعها المعيشية مشيرا في هذا الصدد إلى الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لزيادة دعم السلع التموينية وزيادة المعاشات وتخصيص علاوات سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اثناء حفل الافطار الرمضاني للاسره المصريه مساء اليوم الثلاثاء بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدوله والاعلاميين انه سيتم زياده نصيب الفرد من الدعم في بطاقه التموين من 21 جنيها الى 50 جنيها موضحا ان قيمه الدعم والتكلفه الماليه لتلك الحزمه في الموازنه الجديده للدوله ستبلغ 85 مليار جنيه، وذلك كدعم مقدم للسلع المربوطه على بطاقه التموين. واشار السيسي الى ان قيمه ذلك الدعم في موازنه الخاصه بالدوله موازنه العام المالي الماضي. او كانت الموازنه في عام 2011 معذره كانت 17 مليار جنيه فقط بينما وصلت الى 45 مليار جنيه في موازنه العام المالي الماضي. ده تصحيح لهذا الجزء من الخبر اخر اخبارنا بيتناول واحد من الاحداث متابعه من خلال تقرير متحف النسيج المصري بتعاون مع اداره القاهره التاريخيه وهيئه قصور الثقافه اقام مهرجان رمضان زمان للعام الثاني على التوالي وذلك بهدف ربط المجتمع بالاجواء الرمضانيه التي كانت تحدث قديما وللحفاظ على هذا التراث والارث الشعبي من الاندثار نتابع هذا التقرير وبعده نبدا ان شاء الله اولى فقراتنا الحواريه حالة من البهجة والسرور سادت بين الأطفال والحضور خلال احتفالية مهرجان رمضان زمان اثنين وذلك لربط المجتمع بالأجواء الرمضانية التي كانت تحدث قديما والحفاظ على هذا التراث والإرث الشعبي من الاندثار بنحاول أن احنا نعيد أجواء احتفالات رمضان زمان يعني كان في مسيرة بالملابس التاريخية من باب الفتوح لحد المتحف هنا ومجموعة النصر محمد بن ألاون كان في ركن لصناعات وبيع الفوانيس التراثيه القديمه نستهدف ان احنا نرجع لهويتنا واصالتنا والحضاره المصريه على هامش المهرجان في حرف التراثيه المرتبطه بشهر رمضان المعظم فعاليه رمضان زمان هو احتفاليه بيقيمها متحف النسيج بيحتفل بيها مع الناس بمظاهر زمان اللي اندصرت. اللي كنا بنحتفل بيها في رمضان واندثرت زي المسحراتي وزي الاغاني القديمه بتاعتنا الجميله والفوانيس فانوس ابو شمعه بنحاول ندخل البهجه والفرحه على الناس ونعرفهم رمضان زمان كانوا بيحتفلوا بيه ازاي في مصر انا مشاركتي ان انا انشاد ديني بشارك انشاد ديني وطبعا انشاد الديني والابتلاءات بتبقى حاجه رئيسيه طبعا في رمضان فبشارك بفكر الناس برضو بالانشاد الديني وزي وزمن رمضان الجميل وبتلات الفجر والكلام ده كله. طبعا وحشني الجو جدا وجايه مبسوطه وكل حاجه بتفكرني برمضان اللي فات واحلى ايام في السنه يعني بحس بخير مصر الجميل واثار مصر الحلوه و... مصر مصر ام كلها، لمة رمضان والعيد واللمة الجميلة وكده وشارع المسجد وحلو كده. تنتهي الجولة عند متحف النسيج المصري بمجموعة من الفقرات الفنية على مسرح بيت الشاعر متمثلة في الفقرات الغنائية الرمضانية وفقرة للإنشاد الديني والابتهالات الخاصة بالشهر الكريم. بكم مجددا للمره الثانيه ومن خلال الصور الفوتوغرافيه يحاول الفنان اسلام يحيى سليم تقديم صور موثقه لتاريخ مشاهد ومساجد ومزارات 150 شخصيه من اهل البيت تعرض للمره الاولى وذلك من خلال معرضه الفني اهل البيت بمصر قصص لها تاريخ الذي يعكس المكانه الدينيه والتاريخيه والفنيه لمصر عبر لقطات فنيه معبره لمشاهد ومساجد ومزارات ارتبطت أسماؤها باهل البيت النبوي الكريم حول فكره المعرض واهدافه وقصص بعض الاعمال الفنيه فيه نرحب بضيفنا الكريم صاحب المعرض الفنان اسلام يحيى سليم اهلا بك يا استاذ اسلام اهلا بك يا استاذ احمد احنا تابعنا بعض اللقطات سريعا قبل لا. ما نشرف بالحديث مع حضرتك للمعرض، ففي البداية يعني دي تاني مرة أو تاني سنة حضرتك تعمله؟ ده المعرض التاني. المعرض التاني ولا تاني سنة؟ لا ده المعرض التاني، المعرض الأولاني كان 2015. 2015، سنتين. 2015 على مدار سنتين تقريبًا. نعم. بالظبط. طب الفكرة إيه أبعادها وإزاي تبلورت في ذهن حضرتك يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حضرتك وبشكر القناة على استضافتها الكريمة. أهلًا بي. الله يخليك وبهن السادة المشاهدين بقرب حلول عيد الفطر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم ان المعرض ده كان المعرض الثاني ليا ده كان اسمه معرض اهل بيب بمصر قصص لها تاريخ تحت رعايه نقابه الفنيه التشكيليين وافتتحه الدكتور حمد ابو المعاطي نقيب الفنيه التشكيليين وانا بوجه يعني شكر ليه وبوجه شكر لمعالي وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه على تفضله يعني ان هو يعني ارسل لنا مندوب نيابة عن فضيلته يعني الدكتور حماده المطاني المعرض الاولاني عشان قبل ما في المعرض الثاني كان اسمه معرض احياء ذكرى بمصر بهدف تجديد ثقافه الخطاب الديني كان انطلاقا من دعوه السيد الرئيس لتجديد ثقافه الخطاب الديني ده كان معرض 2015 برضو كان في انقابه الفنية التشكيلين بدار الاوبرا بساحه دار الاوبرا المصريه كان بيض... بيضم 56 شخصيه ومزارات ومساجد اهل البيت على مستوى جمهوريه مصر العربيه لان ده انا بقول ده تاريخ عمره 1400 سنه تاريخ مش تاريخ اسلامي يعني مش تاريخ ديني بس، لا ده شخصيات دينيه وشخصيات ثقافيه وشخصيات علميه وتاريخ بلد مش مصر، لا ده دول عربيه دول اسلاميه على مستوى محافظات جمهوريه مصر العربيه، ده كان قلت ان انا يعني لما انا ابتديت الناس عندها فكره عن اهل البيت ان هم يعني سيدنا الحسين السيده زينب سيده النفيسه وبس لكن في هنا شخصيات كثيره جدا وفي يعني تراث ضخم جدا ويعني مش عاوز اقول يعني لو لو التراث ده استغنمناه في السياحه الدينيه والعالم كله يعرف المكانه العلميه والمكانه الدينيه والمكانه التاريخيه والفنيه لمصر لا ده حاجه عظيمه جدا كان الهدف الاساسي في حضرتك انه آه على ب... شخصيات تانية لا كثيرة لا من اهل البيت لا. غير الشخصيات المشهوره سيدنا الحسين وسيده آه نفيسة وسيده بزبط زينب بزبط عليهم السلام جميعا هدف حضرتك ان انت عايز تقول للناس انه في شخصيات كثيره احتضنتها مصر, مصر. طبعا حب اهل البيت نعم حب اهل البيت بمصر هنا حب تاريخي يعني طبعا انا عاوز اقول بس للساده المشاهدين منهم اهل البيت يعني في سريعا كده اهل البيت هم يعني هم من نسل سيدنا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن الله. سيدنا الحسين سيدنا زينب ده على وجه الخصوص وعلى وجه العموم اللي هم من بني هاشم وبني عبد المطلب طبعا انا عاوز اقول حاجه آه المعرض آه اللي هو الثاني عشان نخش فيه كان اسمه معرض اهل بيت قصص ليها تاريخ ده بيضم 150 شخصيه ومزارات على مستوى ايه انحاء الجمهوريه انا استحدثت في المعرض الثاني آه شخصيات على مستوى الجمهوريه بمعنى هنا في مصر قصص اهل البيت مرتبطه بمصر شوارعها هتلاقي شوارع باسماء شخصيات يعني مثلا زي ابو العيله زي مثلا شارع الحسن الاكبر زي المطراوي الناس ما تعرفش دي ليه والاسماء دي ليه هتلاقي مثلا على مستوى محافظات الجمهوريه كل محافظة لها سمه ولها مسجد مخصوص مرتبطين ب يعني البيت اه على مئات السنين تاريخ كل محافظة هتلاقي فيها كل محافظة لازم تلاقي فيها مسجد حد من آل البيت بالظبط يعني مثلا لو رحنا هنا هتلاقي الاناوي سيدي عبد الرحيم الاناوي ال لو رحنا مثلا الاقصر هتلاقي سيده بالحجاج الحجاج الاقصر وهكذا قيس على كده على كل انحاء جمهوريه مصر العربيه ممكن. فانا ضميت شخصيات على جميع الطبقات وعلى جميع يعني التسلسل التاريخي مم. بحيث اخترنا من كل حصاد الجمهوريه من كل حصاد الجمهوريه اخترنا يعني ايه شخصيه مميزه طبعا هم كتير بس احنا اخترنا يعني اخترت ابرزهم. مم. انا مثلا انا لو جيت هنا هنا في مصر يعني انا يعني عاوز اقول برضو حاجه ان ان اهل البيت تاريخهم في مصر هنا من سنه 61 الهجره مم. بمقدم السيده زينب رضي الله عنها لما جت هنا مصر ونزلت في دار الحكم عند اللي هو مسلمه بن مخد الانصاري ده كان حاكم مصر وقتها الصحابي هو م. وكان ايام الفتح الاسلامي ايام عمرو بن العاص اللي هو دار الحكم اللي فيه اللي هو دلوقتي مسجدها اللي عاشت فيه وانتقلت فيه م. وسيد مسلمه بن مخد الانصاري الصحابي الجليل ده ده طبعا ليه طبعا مسجده الناس متعرفش هنا وليه ضريحه في مصر القديمه وحاجه كويسه جدا م. وتاريخ كبير جدا قعد حول حاكم مصر هنا 15 سنه وبعد كده ابتدى اهل المسجد لسه, لسه قائم وهو م. موجود فيه ده حتى في هناك شجره وفيه هناك مع كبير معروف باسمه هناك اه بالظبط الشارع اسمه شارع مسلمه وفي مصر القديمه وانا بقول لحضرتك هنا تاريخ كبير قوي طيب آه طب اذا اذنت لي آه الصور بتقدم ايه جديد للناس؟ يعني هي مجرد ان انت حضرتك بتصور المقامات الشريفه لا ولا انا بحيي آه انا بحيي بحي سيره الشخصيه يعني الشافعيه لما اجازوا ان انا اقيم مسجد واقيم كذا ان انا الهدف منه ان انا اعرف الشخصيه دي م. مش مجرد ان انا اخش اصلي في المسجد وما وانا مش عارف حتى مين الشخصيه اللي موجوده دي ده اللي انا بسأل على حضرتك عليه إيه, ايه اللي الاستاذ اسلام قدمه للمتلقي من خلال الصور أو. اكتر من انه حضرتك بس بتصور المقام او المسجد, المسجد. او او السبيل لا او او أه ما شابه نعم انا بجيب شخصيات جديده جدا شخصيات م. كتيره جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه بمعنى مثلا احنا هنا لو جبنا عائله سيدنا الحسين الناس ما تعرفش غير سيدنا الحسين بس <applause> لا عائله سيدنا الحسين هنا كبيره جدا لو جبنا عائله سيدنا الحسن عائله سيدنا الحسن كبيره جدا انا عاوز اقول في منهم شخصيات يعني للاسف الناس أن هم طالما هم اهل بيت يبقى شخصيات دينيه بس اختزلناهم في شخصيه دينيه لا ده في منهم شخصيات علميه وفي منهم شخصيات رياضيه وفي منهم شخصيات فعلا ثقافيه وشخصيات وسط علميه زي انا عاوز اقول مثلا في هنا في مصر ابن النفيس لو احنا نسمع عنه ده مكتشف الدوره الدمويه الصغرى ابن النفيس ده جه هنا في مصر ومقامه في البحيره ناس <applause> كتير ما تعرفش انا عاوز اقول النهارده اوروبا ودول العالم انتهلت من العلوم دي ووصلت العلوم عن طريق ابن نفيس عالم زي ده من من من, اهل البيت احنا احرى ان احنا نعرف سيرته مش معنى انا اروح اروح واتفرج واشوف انا لما اروح الذاكره دايما البصريه اعمق من اي ذاكره احنا ممكن مثلا لو انا قريت كتاب ولا حاجه انساها لكن لما اشوف صوره انا ممكن هنساها طب حضرتك هتقدم له ازاي للمتلقي في الصوره؟ يعني اه انا بقدم له المقام لو افترض انت اتعرضت نعم. لابن النفيس شخصيه ابن النفيس اه طبعا انا بحط إيه, ايه اللي حضرتك قدمته للناس فيه؟ طبعا انا بحط شخصيه ابن النفيس ان انا حطيت صوره المقام بتاعت شخصيه ابن النفيس وهو فين وبحط نبذه تعريفيه عنه اه لازم في المعرض انا حاطط كل في المعرض تحت كل صوره وتحت كل شخصيه نبذه تعريفيه على اساس ان لما يجي الضيوف يتفرجوا على المعرض يعرف مين الشخصيه دي ويقرا النبذه عنها وياخد معلومه يمكن تكون لكاد لاول مره يعرفها تمام ده الرساله اللي انا عاوز اوصلها لان دي نوع من انواع التشجيع برضو اول حاجه هي غير ان هي ثقافه غير ان انا بعرف تاريخ بلد آه لا برضه بوجه رساله مكانه مصر التاريخيه مكانه مصر الفنيه مكانه مصر الثقافيه آه انا عاوز اقول برضه ان كل مشهد من ده ليه عصر معين وحتى يعني في الزغرفه وفي كده يعني حتى تلاقي طلبه مثلا الفنون التطبيقيه طلبه الفنون الجميله العماره لما بيحبوا يدرسوا يدرسوا تاريخ معين من تاريخ بيروح للمساجد الاسلاميه دي م. ليه؟ كل عصر ليه سمه معينه في هنا مثلا مشهد مثلا مشهد اسمه التباطبه ده احفاد سيدنا أل الحسن قال طباطبا دول موجودين في, في عين السيره وطبعا عين السيره وطبع دي كانت ميه شديده الملوحه وبقت عين السيره اتفجرت سنه 26 مم. وكان في بير وبيغذي المشهد وكده ومش عاوز اقول يعني يعتبر المكان ده يعني يعتبر سياحة يتعمل سياحه علاجيه زي الكبرتاج كده طبعا يعني المقام دلوقتي يعني بسبب الموجه الجوفيه حصلت فيه بعض المشاكل ده كان يمكن يكون يكون, ال يكون الاثر الوحيد المتبقي في, في عصر الدوله الاخشيديه <applause> لو لو القصد ده يعني فقدنا لا قدر الله هيبقى فقدنا عصر كامل يعني على اساس ان انا اعرف العماره الـ الـ الاخشديه في هنا في هنا بعض بعض المغالطات للاسف جهد جهل العوام يعني بيبتدوا يحرفوا في التاريخ او بمعنى صح يلاقوا اسم معين وحاطين اسم يقول لك ده صاحب الشخصيه في جنب سيدنا الحسين في مقام اسمه مقام الامام جعفر الصادق رضي الله عنه الراجل ده انا توقفت عنده كثيرا. هو جعفر الصادق عشان الناس تعرف ان هو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم من سيدنا من سيدنا الحسين يبقى جده سيدنا علي زين العابدين. انا اللي يهمني ان انا اقف قدام الشخصيه دي ان مش ان انا اروح اشوف المقام بتاعها واشوف الزخرفه الفاطميه بتاعتها في العصر الوقت دي من غير ما اعرف مين الشخصيه دي. الامام جعفر الصادق ده موسوعه كبيره جدا، هو كان عالم في علوم كثيره جدا مش علوم دينه بس. ده كان عالم من في علوم يعني كان عالم من 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 اوائل علوم الكيمياء تتلمذ على ايده جابر بن حيان يعني تتلمذ على ايده جابر بن حيان وتتلمذ على ايده في الامام مالك والامام ابو حنيفه وكان عالم في الرياضيات وكان عالم في الفلك وحقه كبيره جدا انا عاوز اقول حاجه ان ان انا استحدثت في المعرض ان شخصيات من اهل بيت في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، في ناس فعلا موجودين عايشه ما زالت بينا لغايه دلوقتي، وفي ناس انتقت واحنا ما نعرفش ان هم فعلا دول شخصيات من اهل البيت، انا م. عاوز اقول مثلا ان, إن, إن الجينات الوراثيه يعني مثلا ممكن تكون امراض وراثيه تورث عبر عبر العصور، لا انا عاوز اقول برضه الافكار وعاوز اقول الابداعات بتورث، يعني انا عاوز اقول ان الامام جعفر الصادق الدكتور احمد زوير رحمه الله عليه نعم. الدكتور احمد زويل عالم الكيمياء الشهير واللي اخذ جائزه نوبل في الكيمياء انا عاوز اقول جده يبقى الامام جعفر الصادق برضه لان هو مم. من 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 اهل البيت من اشراف من قبيله اسمها قبيله السملوس وجده الكبير في الصديق يعني شوف سبحان الله كان جده الاولاني تتلمذ عليه جابر بن حيان واحمد زويل الدكتور احمد زويل جات العصور اللي خلى حضرتك تقول ان الجينات الوراثيه اه طبعا تتوارث جيلا بعد جيل آه آه سبحان الله يعني مم. ربنا سبحانه وتعالى بس الكلام ده حضرتك ده موثق طبعا... آه طبعا مش موثق... لا لا مش مجرد الكلام ده أنا بقول يعني كل من ضمن الشخصيات في العصر الحديث... إنت, انت هنا هنا المعلومات اللي حضرتك بتتكلم عنها ديت... محتاجه مجهود كبير جدا او جبار للبحث اه. فهل معنى كده ان حضرتك قعدت فتره طويله جدا أنا في مساله البحث في... يعني واحصاء م... وتحديد الشخصيات اللي انت تتناولها و... سواء تروح تصور المقامات بتاعتها اه. او تتحدث عنها في المعرض ولا كان في فريق عمل بيساعد حضرتك؟ لا والله انا شوف الموضوع من سنتين ونص م. ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه كان في الاستاذ علي محمود يبقى جده النسابة العالم الأنساب الكبير والمؤرخ الكبير السيد حسن قاسم ده من أشرف من أهل البيت وده كان ليه قصص وموسوعات كبيرة جدا يعني كمل كالتاريخ الجبرتي وعمل موسوعة المزارات الإسلامية وتاريخ الجندية في الإسلام وأمهات كتب أمدني بكتير جدا من المعلومات وابتديت أنا بقى حضرتك يعني من هو نسابة نعم هو عالم, عالم النسب يعني عالم يسمع النسب يسمع حسن يعني؟ اه حسن قاسم عالم هو في علماء متخصصين في, في الأنساب يسمى عالم النسب يسمى بالنسابة يعني عالم الأنساب يطلق عليه النسابة دول عددهم كبير عندنا في في مصر والله ولا؟ لا في في متخصصين يعني في في نقابة الأشراف في علماء أنساب متخصصين في الموضوع ده, 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 ده بيعتمد عليه بقى العلم ده؟ علم النسب ده يعني مجرد يعني يعني إن هو يقول له اسم أبوه وجده ولا آه بيبقى طبعاً عندهم ش آه بيبقى ليهم آه مشجرات وبيبقى معروف بيبتدي يتتبع اشجار العائلة اشجار يعني العائلة ويعرف يعرف النسب بتاعك يعني فين بالظبط وانهي عصر وانهي عيلة بالظبط لان يعني في ممكن مع ما هو مع انتشار الانساب ممكن كده يعني مساحة من ينتسب للاشراف النسبة بتزيد يعني مع فكرة التزاوج و اه طبعا يعني بعد جيل طبعا انا مش هخش في نقابة الصدر اشراف لا, لا انا ما بتكلمش على يعني كده انا بتكلم على فكرة تتبعك لل يعني آل البيت نعم. فممكن يكون يعني نسلهم انتشر بصوره كبيره طبعا في الان الحمد لله اليوم نسل كبير جدا ونسلهم منتشر يعني انا بقول لحضرتك في ناس اللي في وقتنا في العصر الحديث في ناس عايشه يعني انا عاوز اقول في مثلا زي الرياضيين الجهري رحمه الله عليه م. يعني انا توقفت عند الكابتن كابتن محمود الجهري ده ليهم مسجد هنا عند قريب يعني من في منطقه الازهر سيد الحسين مكتب مسجد السادة الجوهريه انا الجهري ده انا توقفت عنده يعني بسم الله ما شاء الله كابتن الجهري كابتن الجهري اصوله في آه الاهلي البيضاوي ده يبقى يبقى, آل يبقى جده سيدنا حصل أكبر اخو السيد احمد البدوي م. يعني جده الكبير حصل أكبر. اكبر اللي هو الشارع حصل اكبر اللي هو ما الناس اللي هو الشارع حصل اكبر اللي عند قصر عبدين شارع الحسن حصل اكبر ده ده بالنسبه للسيد حصل الأكبر ده كان نقيب اشراف في وقت في عصر بيبرس الظاهر بيبرس وده يبقى اخو السيد البدوي و نعم الكابتن محمود الكابتن محمود الجهري آه رحمه الله عليه ده يبقى جده السيد حسن اكبر آه انا عاوز اقول ان الكابتن محمود الجهري جدوده آه طبعا آه آه يعني هنا في مصر آه نعم. طيب انا مع حضرتك آه طيب هنا دلوقتي لانه الوقت محدود وسامحني ان احنا لا بس لا الفقره وقتها محدود لا آه الجهد اللي حضرتك بذلته ده مم. هل يكفي ان هو يعرض في معرض لمده كام اسبوع او كام يوم والله ولا إيه. يعني انا بقترح على حضرتك وليك ان انت تطور الفكره فضل. مثلا نعم. هل من الافضل ان انت تتواصل مع الهيئه العامه للاستعلامات مثلا مثلا تضم كل هذا الجهد والصور اللي حضرتك صورتها في كتيبات او مجلدات يتم نشرها على عموم المصريين لانه حضرتك اشرت كم معلومات مهمه انا عاوز اقول يعني 150 شخصيه يعني لا. ممكن الناس تلتفت ليها وتفهم اكتر صاحب المسجد ده وصاحب المقام ده ايه دوره في تاريخ مصر بالظبط زي ما حضرتك اشرت انه اخر اثر عندنا متوفر من الاسره الاخشيديه في عصر الاسره على عهده حضرتك ومسؤوليتك ده اخر ما تبقى من بالزبط. الاسره الاخشيديه خلاص الكلام ان انت حضرتك بتقدم جهد يستحسن الناس كلها تستفيد منه مش على قد فتره المعرض. لا هو ده اللي انا يعني م. اتمنى ان يعني انا بقول يعني دعوه ان يتعمل مكان ثابت يتردد فيه مزارات اهل البيت نعم. هنا في مصر بحيث ان معرض دائم نعم م. ليه؟ على اساس ان تشجيع السياحه الدينيه، السياحه الدينيه هنا في مصر ليها ناسها مميزين ومش عاوز اقول يعني ممكن مصر يدخل دخل على الاقل 2 مليار في السنه دولار م. من السياحه الدينيه. لان انا عاوز اقول مثلا يعني عندك مثلا اندونيسيا وماليزيا ودول كثيره بتحب السياحه الدينيه جدا وبتعشق السياحه دي وناس كتير هنا بتعشق السياحه الدينيه طب ما حضرتك جا يعني جهز دراسه مثلا اه طبعا جر... دراسه جاهزه وكل حاجه جاهزه وانا وانا يعني انا يعني انا 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 عملت حتى كتاب اسمه كتاب المتحف الشريف متحف اهل م. البيت يضم هذا الموضوع طبعًا. وانا طبعا يعني كنت تواصلت مع سماحه النقيب الاشراف وهو يعني ربنا يرجعه لنا بالسلامه على هذا المتحف وهو يعني ان شاء الله يعني عمره ما يعني احنا كشباب عمره ما قفل يعني ايه في وشنا الباب او ودايما معانا ووعدنا ان شاء الله ان هو باذن الله هيقرا هذا الموضوع. انا بشكرك شكرا جزيلا الله يخليك. وسامحنا لضيق الوقت لا لا عارف. لكن ان شاء الله ربنا ياذن ونلتقي مره ثانيه ان شاء الله باذن في مساحه تكون اكثر اتساعا ان من شاء الله فنان اسلام يحيى سليم شكرا جزيلا لحضرتك بشكر حضرتك جزيلا م. نخرج الى فاصل مشاهدينا ولدينا فقره اخرى في حلقه الليله الحديث عن, عن سيناء وتنميه سيناء وجهد لواحده من بنات سيناء في تنميه المجتمع السيناوي، بعد قليل نبدا معكم الحديث في هذا الموضوع، ابقوا معنا. سيناء من القمر اشتق المصريون القدماء اسمها ومن الفيروز اكتسبت صفتها. وإلى البركة والقداسة نسبتها الأديان السماوية. ومن موقعها الجغرافي كبوابة شرقية لمصر وهمزة وصل بين أفريقيا وآسيا تطل بشموخ على باقي أرض الوطن. أهلها يجمعون بين عشق الوطن والاعتزاز بالنفس. ورغم تاريخهم النضالي الوطني الطويل لا يزالون يتحملون الكثير والكثير من أجل وطنهم مصر. ورغم تأخر جهود التنمية لأرضهم يتمسكون بالأمل. ويعملون على تحقيق الهدف من خلال حراك مجتمعي يدعم جهود الدولة في هذه الفقرة يسعدنا أن نلتقي بواحدة من بنات سيناء المبدعات صاحبات التجربة المميزة في العمل الأهلي التنموي نتعرف على تجربتها ونطل بحوارنا معها على المجتمع السيناوي الحبيب رحبوا معي بضيفتي الكريمه دكتور اماني غريب مدير جمعيه الفيروز للخدمات الاجتماعيه الاقتصاديه والبيئيه في شمال سيناء اهلا بك دكتور اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين وكل عام وانتم بخير كل عام وحضرتك بكل خير آه واضح انه الجهد اللي حضرتك بذلتيه في يعني في خدمه سيناء او تنميه سيناء آه ليه صدى طيب ف يعني الحمد لله ت... احنا عملنا خطوات كويسه ولكن م. ان شاء الله يعني من متوقع الفتره الجايه ان شاء الله يبقى في خطوات اكثر ويمكن تكون اكثر تركيزا ويمكن يكون فيها قصص نجاح اكبر بكثير من الفتره اللي فاتت بس المهم دلوقتي نعرف يعني حدود اللي حضرتك عملتيه او الفكره بدات ازاي هل كان في امكانيات متوفره عند حضرتك عشان تادي الخدمات دي ولا البدايه كانت ازاي؟ إحنا الحمد لله بدأنا في 2008 م. كبداية عمل على في جمعية الفيروز واشتغلنا في البداية مع الشباب الخريجين والتمكين لسوق العمل. مقرها فين؟ في العريش. في العريش. في العريش. و... وبنخدم محافظة شمال سينا كلها. م. كان عندنا جهود كبيرة في في مجالات الأعمال الخيرية والمبادرات التنموية ولكن رجعنا تاني نشتغل وركزنا على تمكين الشباب لسوق العمل والمرأة. ويمكن احنا دلوقتي اكبر حاجه ملموسه حققتها جمعيه الفيروز ان احنا بيشتغل معانا دلوقتي 300 سيده في مجال التطريز والخياطه والكليم والخرز وفي انتاج منتجات صينويه والحمد لله برضو في اتجاه الشباب بقى عندنا مجموعات متخصصه من الشباب في مجال التكنولوجيا المعلومات بقى عندنا مجموعه كمان من خريجين مشروع فرصه اللي بيمولوا الصندوق الاجتماعي للتنميه اللي قدروا يعملوا برمجيات الاندرويد يعني قدروا يعملوا برمجيات الاندرويد في في مدينه العريش وتخرجوا الحمد لله ومجموعه من كمان اشتغلت في التسويق الالكتروني كمان احنا قدرنا نقدر نخرج مجموعات من الشباب اللي بتشتغل في صيانه المحمول وصيانه التبريد والتكييف وصيانه الاجهزه المنزليه كان كل شغلنا الفتره اللي فاتت متركز على التنميه الاقتصاديه وازاي نخلق جيل من الشباب قادر انه يشتغل يلاقي نفسه مش هنقول رواد أعمال بمعنى الكلمه ولكن دلوقتي احنا بقى عندنا رواد أعمال لأن في بنات بدأنا معاهم من سنه دلوقتي بقى عندهم مشاغل وبيدربوا وبيشغلوا معاهم ناس احنا كمان في جمعيه الفيروز بقى عندنا مصنع ملابس بينتج والحمد لله يمكن احنا الشهر رمضان الكريم دوت بقى عندنا أوردرات و... وبقى في لينا عميل جوه مدينه العريش وخارج مدينه العريش بقى اسمنا معروف الحمد لله وإحنا النهارده في معرض المعز برضو اللي كنت أشرت لي في التقرير موجودين في في المعرض وبنعرض منتجاتنا الحمد لله. طيب مهم جدا في العمل التنموي فكره التمويل، تحرك بتعتمد على التبرعات ولا بس الصندوق الاجتماعي بيكون ليه مساهمه؟ احنا بدانا بالجهود الذاتيه بدايتنا خالص في 2008 كان بجهود الذاتيه بدانا كمجموعه من الشباب وكنا كلنا كانت تبرعات رجال اعمال ولا برضو تبرعات بسيطه من الناس المحبين للخير اه في البدايه كان تبرعات احنا جهودنا احنا كمؤسسين لجمعيه الفيروز بعد كده اشتغل معانا برضو رجال اعمال لان كان خرجنا من خارج نطاق الجمعيه احنا بدانا الجمعيه بمعمل صغير للحاسب الالي ومركز تدريب متخصص بعد في 2012 بقينا بيت تكنولوجيا معلومات تابع لوزارة الاتصالات ولكن في الفترة من 2008 ل 2010 قدرنا برضه مع رجال أعمال نعمل قافل تنمية في وسط سينا وفي بير العبد وفي رفح والحمد لله يعني احنا في رفح قبل الظروف الصعبة دي ما تحصل كان عندنا تجارب ناجحة كنا قدرنا نعمل بير ومحطة تحلية مية نعمل بيت تكنولوجيا معلومات بجهود الذاتية بجهود حكوميه يعني بيت تكنولوجيا المعلومات ده كان تابع لوزاره الاتصالات احنا واحنا بنشتغل في المجتمع المدني يعني دايما الحكومه يعني او عاده أه الحكومه بتشتكي مساله التمويل او قصر ذات اليد يمكن احنا في الفيروز كان عندنا الحمد لله ما فيش فكره اكتملت الا بجهود الثلاثة جهودنا احنا كمجتمع كافراد م. ومجتمع والجهود الحكوميه كانت معانا طول الوقت يعني احنا برضو يعني الحكومه ممكن تشرف او حاجات بالزبط. زي كده لكن الفلوس او المصاريف ممكن تكون عليكم اه وزاره التخطيط اسندت لنا في 2012 م. مصنع ملابس بدايه مصنع الملابس كان المكان من وزاره التخطيط م. وزاره الاتصالات اسندت لنا بيت تكنولوجيا معلومات إيه كمان احنا مع وزارة الاتصالات وبرنامج ال إيه إيه برنامج إيه تنمية المشروعات الصغيرة التابعة وزارة الاتصالات قدرنا إيه ندرب مجموعات كبيرة من الشباب أكثر من 475 شاب وفتاة في العريش وبير العبد ده كانت في الفترة من 2008 ل 2012 وده كان جهود حكومية يعني احنا كجمعية الفيروز بنشتغل بجهودنا وبجهود الحكومة والقطاع الخاص برضو بيشارك معنا إيه كان في عندنا قوافل الخير مع رجال أعمال في وسط سينا ويمكن هو ده اللي بيخلي حتى المنظمات المجتمع المدني تواجد على الارض ان هي تقدر تشتغل مع كل الجهات ومع كل الشركات وفي الاخر هي مع الناس. طيب مفهوم العمل التنموي لفتره طويله كان ربما بيعتمد على فكره تقديم مساعده مباشره لكن واضح من كلام حضرتك انه شغلكم او ادارتكم للمسألة التنميه في سينا بتتخطى حدود ان انتم بتقدموا مساعده عينيه بشكل مباشر ل اكتساب مهارات او صقل مهارات ناس او بالزبط. اعداد كوادر او ما شابه لكن إحنا هل مرحله معينه من شغل حضرتك برضو فكره تقديم مساعدات عينيه دي كان موجود ولا اه طبعا ده كان موجود طول الوقت من 2000 كان ولا يزال من 2008 لغايه دلوقتي آه. يمكن السنه دي حتى احنا كانت موردنا قليله شويه يعني م. السنين اللي فاتت كان عندنا فرص ان احنا نغطي اعداد كبيره من الاعانات والاغاثه السنه دي كانت موردنا قليله شويه حتى شغلنا وجهناها لل... سميناها حمله تسلم الايد الشغاله للناس اللي بيشتغلوا معانا في التطريز هم برضو فئات اقل حظا و... ودخلهم صغير فاحنا وجهنا كل اعمال الخير ليهم وكمان وجهنا شغلنا كله ل... لاي ست يعني في اعمال الخير لاي ست عندها فكره مشروع احنا هنجمع من نفسنا حتى ونساعدها احنا بنقعد نقول لهم ايه يعني يعني بنقعد معاهم بالساعات نقنعهم بانهم ما يعملوا مشروع بكرة. محافظه شمال سيناء تعتبر محافظه فقيره يعني م. ممكن تصنيفها انها من المحافظات الفقيره يعني ده, ده مش عيب يعني انا قصدي يعني في بحثنا للشرائح الاجتماعيه اللي هي في امس الحاجه يعني الدعم يعني. هو يمكن يعني عاده اه لما بنتكلم على جهود التنميه كان دايما ياتي ذكر بعض محافظات الصعيد في انها اكثر فقرا بحاجه لجهود تنميه اكثر وما شابه. اه يمكن محافظة شمال سينا ممكن سينة تتصف بالصفه دي ولا في اه يعني ممكن شرائح وشرائح اخرى مختلفه طبعا في كل مجتمع في شرائح بس في محافظه م. شمال سينا قبل ما نقول ان هي كافراد اقل حظا او اكثر احتياجا م. لا احنا ممكن نقول ان محافظه شمال سينا يعني هي غنيه بالموارد هو احنا ينقصنا بس ان شاء الله بس يبقى في عندنا مشروعات تنمويه كبيره اراده واداره بالظبط أه. و... واستغلال للموارد ديت ومش هنقول استغلال استثمار للموارد ديت واستثمار البشر الموجودين يعني محافظه شمال سينا فيها من البشر المبدعين والمثقفين ده هي بالعكس ده هي بنعتبرها احنا بوتقه كده لل... لل... طب ده بيخليكم كابناء سينا يعني تحسوا بشيء من الغبن يعني حقكم شويه مش واخدينه بشكل او باخر يعني هو مش محافظه شمال سينا تعرضت للتهميش بس، يعني انا شايفه ان محافظات مصر كلها ال سنه اللي قبل الثوره كانت مهمشه وكان عندها سوء اداره في مواردها، مصر كلها مليانه موارد، كل محافظات مصر مليانه موارد، مش محافظه شمال سينا ومش اهل شمال سينا اللي عندهم الاحساس ده بس، هو معك فندم هو كل المصريين عندهم الإحساس إن احنا عندنا موارد كتير جداً والموارد ديت احنا محتاجين نستثمرها وننطلق بيها ويمكن ده اللي حاصل اليومين دولت إن شبابنا شايفة الموارد بعينيهم وشايفة الاستثمارات اللي ممكن نعملها وبيحلموا كتير فإن شاء الله ربنا يقدر ربنا يكرمنا ويقدرنا ونقدر الفترة اللي جاية يكون في مشروعات بجد ومشروعات عملاقة تستوعب البشر وتستثمر الموارد بإذن الله. لكن الصورة النمطية اللي ربما تكون مستقرة في ذهن البعض عن الحياة نفسينا انها حياه بدو رحل وما شابه صوره مختلفه يقينا دلوقتي هو طبعا البدو والرحل ما بقوش موجودين لان الفتره اللي فاتت يعني كان في جفاف كتير في المناطق الصحراويه كمان الناس بدات تستقر جنب المدارس وعشان التعليم فبقى الترحال قليل الحياه المدنيه يعني بدات تبسط نفوذها شويه او تتواجد بقوه شويه موجوده والتجمعات البدويه موجوده برضو وده اللي احنا بنقوله ان التجمع البدوي او الناس اللي موجوده على الحدود دول محتاجين خدمات اكتر محتاجين الحكومه توصل لهم محتاجين كل الخدمات تكون موجوده عند كل دا الخدمات دا مرتبط تبقى موجوده منشاط... ده مرتبط بنشاط اقتصادي خاص بيهم صعب ان احنا نغيره نشاط اقتصادي والتواجد الحكومي تواجد يعني في خدمات يعني الميه والطرق والكهرباء والتعليم ده ملوش علاقه بال... يعني الخدمات دي لو توفرت هتقلل من فكره الترحال وانه الشريحه دي من المجتمع تستقر في مكان معين مثلا اه طبعا وكمان ه... وحي... نشاط وحي... اقتصادي وهيبدا وحي... يبان بقى النشاط الاقتصادي اللي يصلح للمنطقه دي احنا بنتكلم في محافظه شمال سيناء بنتكلم في موارد بنتكلم في شواطئ بنتكلم في سياحه بنتكلم في تعدين بنتكلم في زراعه على اعلى مستوى يعني كمان شمال سينا عندها ميزه نسبيه ان فيها زيت الزيتون وفيها الزيتون وفيها النباتات الطبيه والعشبيه فيها منطقه م. عين جراده اللي جمعت اكبر فلورا في في المنطقه كلها فانا لما يكون عندي كل الموارد ديت انا ما يقصنيش غير ان انا البشر تبقى موجوده علشان تستغل الموارد ديت وطبعا هم عشان يبان النشاط الاقتصادي بشكل واضح لازم يبقى في جهود كبيره للدوله لان القطاع الخاص مش هيقدر يدخل شمال سيناء على الربح وبيدور على الربح ومش حي مش هيجازف ولو هيجازف ويدخل لازم بدعم قوي من الحكومه لازم ب... لازم الحكومه تف... ت... ت... توفر له كل سبل الراحه والتعاون على... ويكون طبعا استثمار مصري وده المهم جدا و... واعتقد ان احنا نقدر في نستثمر مواردنا ونستثمر البشر م. في شمال سيناء ويمكن خطه الدوله واضحه الفتره اللي جايه ويمكن انشاء جامعه العريش اللي انا عضو فيها وبمثلها اول خطوه بقى على طريق التنميه وخطوه جاده وان شاء الله بنامل الفتره اللي جايه ان حتى في خطه جامعه العريش وفي المشروعات التنمويه اللي بتقوم بها جامعه العريش وفي ميزانيه 2017 كان واضح جدا المشروعات اللي المفروض تقدمها الجامعه من توفير احتياجات المواطن البسيط من المواد الغذائيه واللحوم والدواجن الفتره الجايه ان شاء الله ولكن برضو يعني الفتره الجايه احنا بنحلم وبنامل ولكن محتاجين اراده محتاجين اداره محتاجين رؤيه واضحه محتاجين كمان شبابنا هم اللي يكونوا موجودين في الصوره هم اللي يشتغلوا ويكون لهم الفرص الاكبر في تملك الاراضي واستغلالها وزراعتها واستثمار مواردها. طب على ذكر الشباب، الشباب ليه تواجد في إدارة الجمعية عند حضرتك؟ اه احنا جمعيتنا تعتبر كلها شباب يعني آه طبعا حضرتك طبعا <applause> لا يمكن انا الحجوز <applause> اللي فيهم لا ربنا يديك الصحة آه مجلس الإدارة وال... <applause> احنا يعني نعتبر الأكبر سنا <applause> ولكن باقي المجموعات كلها مجموعات شبابية ويمكن فئة اللي اشتغلنا عليها بفرصة فرصة احنا كان عندنا 305 خريج في سنة 2016 كلهم في الفئة العمريه من 18 ل 29 سنه طبعا الشغل ده كله تطوعي بدون مقابل ولا. لا في حاجات بمقابل وفي حاجات بدون مقابل بتشجعوهم برضو يعني اه طبعا م. في حاجات بمقابل واحنا كمان عندنا مصنع ملابس وعندنا تسويق للمنتجات والتطوع و... يعني ما خدش دوره بشكل قوي ولكن اعمال الخير بقى واعمال الاغاثه والحاجات دي كلها الشباب بتكون متواجده وبتشتغل و... والحمد لله يعني سيان ده موجود وده موجود م. في جامعات تانية غير الفيروزه يا دكتوره موجوده في احنا فوق. عندنا اكتر من 425 طيب جمعيه اهليه في بويز. محافظه شمال سيناء <applause> منهم جمعيات كتيرة كلهم في العريش, بتش... العريش؟ لا في العريش وفي باقي مراكز ال... <applause> يمكن العدد الأكبر موجود في العريش وبر في مجموعة موجودة في رفح والشيخ زويد بنأمل إن هي تتعافى <applause> المركزين دولت إن شاء الله ويرجع دور المنظمات المجتمع المدني فيهم وسط سينا بنأمل الفترة الجاية إن يكون فيها جمعيات نشطة وإحنا كمان كجمعية الفيروز بندعم الجمعيات الصغيرة وبندعم فكرة إنشاء جمعيات جديدة بإذن الله <applause> الوقت خلص بسرعه سامحينا لكن ان شاء الله هيكون لنا برضو لقاء تاني متابعه لجهود حضرتك والنجاحات اللي بتعملوها ان شاء الله في سينا وكل التحيه والتقدير لكل شعبنا الحبيب في سينا وان شاء الله مزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله دكتور شكرا لحضرتك وشكرا للساده المشاهدين وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر ان شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك دكتور اماني غريب مدير جمعيه الفيروز للخدمات الاجتماعيه الاقتصاديه والبيئيه في شمال سيناء شكرا جزيلا لك شكرا لحضرتك اشكركم مشاهدينا غدا ان شاء الله حلقه جديده معكم مع الناس الى اللقاء